بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حياكم الله في مقرر المهارات اللغوية عرب 201. نبدأ بشرح أول وحدة لدينا في المقرر، وذلك حيث دارت تلك الوحدة حول تعريف الكلمة، ثم تعريف الكلام وأقسام الكلمة. نتجه لأقسام الكلمة، حيث ذكر لها ثلاثة أقسام. ولا تخرج الكلمة في اللغة العربية عن هذه الأقسام. فالقسم الأول الاسم، الأسماء، ولها علامات تميزها عن نقيضيها من أقسام الكلمة. العلامات: العلامة الأولى النداء، العلامة الثانية الجر، العلامة الثالثة التنوين، العلامة الرابعة الإسناد، وهناك علامة خامسة وهي الإضافة. القسم الثاني من أقسام الكلمة الأفعال، ولها أقسام وعلامات. فالفعل الماضي منها ما دل على زمن انتهى، وله علامة تختص به عن أقسامه الخاصة، تاء التأنيث وتاء الفاعل، فهي علامة للفعل الماضي تميزه عن المضارع والأمر. ننتقل للقسم الثاني من أقسام الفعل، وهو القسم فعل المضارع، حيث يدل على الزمن الحاضر أو المستقبل، وله علامات تميزه أيضا عن الأمر والماضي. فمن علاماته دخول لم، وأيضا قبول السين، وقبول سوف. القسم الثالث من أقسام الفعل الفعل الأمر، يتضمن الطلب ويقبل يا المخاطبة. القسم الثالث من أقسام الكلمة وهو الحرف، حيث لم يختص بعلامات خاصة به، حيث لا يدل على معنى في ذاته، وإنما باقتران مع غيره. أقسام الحروف: المختصات من الحروف والغير مختصات. أما المختص منها فكحروف الجر وحروف النصب وحروف الجزم، وغير المختص أي المشترك بين الأسماء والأفعال كالشرطية والاستفهام. حياكم الله في محاضرة الوحدة الثانية من وحدات المهارات اللغوية. نستكمل حديثنا في الوحدة الثانية عن تعريف الإعراب والبناء. أما الإعراب فتعريفه اصطلاحا تغيير أواخر الكلمات باختلاف العوامل الداخلة عليها، ويكون الإعراب إما بالرفع أو إما بالنصب أو إما بالجر أو إما بالجزم. وبعد ذلك تعريف البناء، حيث أنه عرف لدى النحويين بأنه لزوم أواخر الكلمات
صيغة واحدة ولو اختلفت العوامل الداخلة عليها. ويكون البناء إما بناء على الضم أو بناء على الفتح أو بناء على الكسر أو بناء على السكون.